كل التفاصيل بقى نعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف منه آخر الترتيبات وكيف يستعد الأهلي لمواجهة الداخلية غدا. خلاص مباراتين وينتهي الموسم على خير والفريق ياخد أجازة خلال الفترة اللي جاية. توفيق مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. آخر الأخبار عندك. اخر الاخبار على طول يا محمد، ده قدرك وده طول عمر النادي الاهلي، ودايما وجهه نظر النادي الاهلي اللي كنت لسه بتتكلم عنها انك دايما بص قدامك وما تبصش وراك، انت رقم واحد ولازم تحافظ على المكانه دي. انت بتقفل خلاص بطوله الدوري، الحمد لله خلصت، اللقب 43 عندك في خزاينك، داخل بقى في بطوله جديده، قدرك انك في كل يوم بطوله، البطوله السادسه، انت خدت 5 بطولات من الموسم، البطوله السادسه وان كانت هتمتد ما بين موسمين، ولكن انت طبعا بتلعب عليها، وطبعا نصب اعينك انك تحصل على كاس مصر، طبعا انت البطل التاريخي للمسابقه وكمان حامل اللقب، يعني داخل تدافع على لقبك في هذه البطوله. فعلى طول يا محمد بعد ماتش المصري مفيش راحه، على طول الفريق من يوم الخميس وصل تدريباته بلا راحه، يمكن كان طبعا تدريب استشفائي للمجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه المصري، المجموعه الباقيه يمكن رجعت للتدريبات زي ما انت قلت، المجموعه الاساسيه كمان رجعت والحمد لله اتدربت، يمكن مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد اول يوم على طول يوم الخميس محاضره بالفيديو للاعبين، اتكلم فيها طبعا عن اسلوب الفريق واهم الاخطاء اللي وقع فيها وكمان تصحيحها، وامبارح كمان كان حريص انه يكون بعد عوده المجموعه الاساسيه في محاضره في الملعب اتكلم فيها عن اهميه طبعا هذه المباراه، مباراه الداخليه اللي هتاهلك بالطبع للدور الثاني دور الثمانيه، وان شاء الله تكمل زي احنا قلنا دي البطوله السادسه في الموسم الحالي يا محمد، فانت محتاج انك زي ما قلنا وكنا بنتكلم من اول يوم انك تلعب على العلامه الكامله، يمكن النهارده كمان الفريق هيواصل تدريباته والتدريب الرئيسي باذن الله بمشاركه جميع اللاعبين، هيكون في تمام السادسه هتكون المحاضره الفنيه الاول اللي هيتكلم فيها مستر مارسيل كولر على الخطوط العريضه لخطه المباراه اللي هيلعب بيها بكره واهم مفاتيح اللعب وكل حاجه فريق الداخليه، اللي اعتقد هيبقى صعب جدا يا محمد وانت بتدرس فريق الداخليه او بتحلل اداؤه انك زي ما كنت بتتكلم في البدايه الجهاز الفني بالكامل اتغير، كابتن علي عبد العال خلاص راح فريق الجونه، اللاعبين انت بتتكلم في اكتر من 18 لاعب خلاص غادروا الجونه، كانوا جايين ما بين انتهاء عقود وكمان انتهى اعارات، يمكن رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخليه هو اللي هيقود الفريق فنيا في هذه المباراه غدا باذن الله في 7 مساء على استاد الكليه الحربيه، طبعا بعد نقل المباراه كانت المفروض مقرر ليها على استاد المقاولين العرب في تمام الثامنه والنصف، ولكن خلاص القرار النهائي اللي طلع يعني يوم ماتش المصري المباراه ان شاء الله الساعه 7 على استاد الكليه الحربيه باذن الله رب العالمين، زي ما قلت لك هيبقى في محاضره فنيه من بعدها على طول في السادسه والنصف اللاعبين هينزلوا الملعب مختار التتش هنا بالجزيره، اعتقد التدريب هيبقى قوي جدا يا محمد، دايما التدريب اللي قللت المباراه دوت بنشوف حماس كبير جدا من اللاعبين، كل الناس بتبقى حريصه على انها تحجز مكان اساسي في التشكيله الاساسيه او في ال 21 لاعب اللي هيخشوا في معسكر مغلق، يعني يمكن باخر فقرات المران دايما بتبقى التقسيمه ومن بعدها على طول الجهاز الفني بيعلن قائمه المباراه اللي يعني ان شاء الله للمبيت في احد الفنادق القريبه من استاد الكليه الحربيه، وباذن الله يكون يعني كل التوفيق مع النادي الاهلي، مباراه مهمه في ظل ظروف صعبه وفي نهايه الموسم محمد يمكن حاله من التعب شويه، اعتقد اللي الاجازه اللي قرر الجهاز الفني المرحله للاعبين لمده 4 ايام هيكون لها مفعول السحر اعتقد على اللاعبين ان هم فصلوا شويه وهم مباراتين زي ما قلنا وهيبقى الموسم انتهى بشكل كامل باذن الله رب العالمين، ونستعد بقى محمد زي ما كنا بنتكلم دايما لموسم شاق وطويل جدا ومليء بالبطولات اللي ان شاء الله كلها تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، النهارده ماتش الداخليه وفي حال الفوز باذن الله يا رب ان شاء الله في عندك ماتش تاني مع المصري يوم الخميس اللي جاي، هل عندك معلومه الجهاز الفني بعد المباراتين بيفكر ازاي في المرحله اللي جايه؟ هل في اجتماع لتحديد استراتيجية الموسم الجديد؟ فترة الأجازة قد إيه؟ جزئية تانية برضو عايز أسألك على تدريب النهاردة، إمتى يبدأ التدريب؟ هل الساعة 6 هل 7؟ يعني الجهاز الفني مأخر الميعاد شوية لأن أنت هتتدرب وعلى طول تخش معسكر عشان الماتش بكرة. خلينا نتكلم من ورا لقدام يا محمد، يمكن التدريب زي ما قلت لك هيبقى الساعه 6 في محاضره فنيه، 6:30 او 6:30 على طول التدريب هيبتدي، من بعدها زي ما قلت لك هيبقى ان شاء الله التحرك للمعسكر. حته بقى الجهاز الفني والاجازات دي يا محمد، يمكن طبعا زي ما انت يمكن في اكتر من مناسبه مستر مارسيل كولر نفسه اتكلم وقال ان انا مستني قرار معين عشان اخد قرار بالاجازه او لا، وخلينا صراحه هو بيتكلم عن تحديد مباراه السوبر الافريقي بالتحديد وميعادها امتى، ان انت اول استحقاق عارف ميعاده بالفعل يا محمد هو الدور 32 دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد 23-24 هتبقى يوم 15 سبتمبر، يعني انت بتتكلم تقريبا في اقل من 5 يعني بالظبط من يوم 4 اللي هو اخر ماتش باذن الله امام المصري ليوم 15، يعني انت بتتكلم اقل من شهر ونص، فهيبقى طبعا فنيا الامور صعبه
مش هينفع تبدا اجازه طويله عشان عندك بعد كده استحقاقات، وكمان زي ما قلت لكم منتظرين بشكل كبير جدا ميعاد السوبر الافريقي. يمكن بقى اتكلمت فنيا مع اكتر من مدرب محمد وسالته، فكذا حد يعني اجمعوا على نفس الراي ان لو الاجازه يعني مده الاجازه ما بين المباراه دي لغايه المباراه اللي بعدها فالمسافه قصيره جدا، فقليل الاجازه باي حال من الاحوال مش هتزيد عن 10 ايام. ده بتكلم مش قرار جهاز فني، ولكن بتكلم من الناحيه الفنيه من اكثر من مدرب بيتكلموا في حته الاحمال وحته اللاعبين وبعدهم على الملعب وعودتهم تاني للتدريبات وخوض منافسات يعني رسميه كمان مش وديه. فقال لي اعتقد ان الاجازه بشكل عام اكثر من مدرب مش هتزيد عن 10 ايام، طبعا في انتظار زي ما احنا قلنا محمد قرار الاتحاد الافريقي وتحديد مكان وميعاد السوبر الافريقي. اعتقد دوت من بعد وعلى طول متواصل الجهاز الفني من خلال اداره الكوره بالاتحاد الافريقي هيتم اعلان على طول من يوم الخميس عقب مباراه المصري مده الاجازه للاعبين وكمان ميعاد العوده باذن الله، خاصه ان انت زي ما قلنا عندك استحقاق افريقيا على طول مستني لسه بين بطل زنزبار وكمان بطل اثيوبيا، فاعتقد هتبقى مواجهه يعني صعبه جدا خاصه في ظل الظروف المناخ سواء اثيوبيا او زنزبار، فالامور هتبقى صعبه جدا. وانت كمان حامل اللقب محمد وزي ما انت عارف خلاص مستر مارسيل كولر دخل في المنظومه على طول وبقى عارف ان جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمركز الاول، فاعتقد دوت يعني وصل الجهاز الفني وصل اللاعبين وان شاء الله نخش الموسم الجاي بحماس اكثر من رائع عشان نحافظ كمان على الاقل على الارقام اللي حققتها الموسم دوت والعلامه الكامله باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق مفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر النادي بالجزيرة، وقبل انطلاق التدريب الختامي استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الداخلية غدا.